النهارده لما نتكلم على الراحلين، بس نتكلم على كام ترند بقاله اسبوع او يمكن 10 ايام من ساعه مهرجان القاهره السينمائي بتاع الفنان الكبير حسن يوسف وحسين فهمي. الفنان حسين فهمي هو الاول كان ترند بسبب تصريحات الفنان الكبير حسين فهمي. لما سئل ليه ما دعتش النجم الكبير حسن يوسف للمهرجان، وقال يعني تصريحاته ان انا ما بدعيش حد حرم الفن. و من امبارح او من اول امبارح بدا الموضوع ياخد بعد تاني لما ابن حسن يوسف دخل في ملاسنات ودخل كمان في معلومات وتواريخ وامور كتير، بيقول ان والده كان نجم كبير ايام ما كان حسين فهمي لا يذكر، والفنان حسين فهمي رفض انه يرد عليه. خلونا نفهم وجهة نظر الناقد الكبير طارق الشناوي، هل كان الفنان حسين فهمي موفقا فيما قال ولا خانه التوفيق، وهل غضبة ابن حسن يوسف طبيعية؟ اهلا وسهلا استاذ طارق. اهلا استاذ خيري. اهلا مدام كريمة. أهلا يا استاذ طارق، حضرتك سمعت سؤال الاستاذ خيري، ايه رايك طبعاً تعليقك؟ مؤكد انه فناننا الكبير حسين فهمي كان يجب الا يرد، ومؤكد ايضا انه ابن الفنان حسن يوسف ما يخشش في المعركه دي خالص. دي اثنين كبار في جيل قريب من بعضه بيكلموا بعض، يعني يتركهم مع بعض، ما لا يتدخل، يعني لا يتدخل ابناء على الاطلاق، انما الا يعني بتهدئه الامور، لكن التدخل خاطئ. الفنان حسن يوسف قطعا يستحق التكريم، وقطعا يستحق الحفاوه، وقطعا يستحق الدعوه لاي مهرجان، ولكن من تجاربنا ان الاستاذ حسن يوسف ما بيحضرش مهرجانات. هو نفسه اللي قال انا ما تعزمتش. ثانيا معلش، كنت متوقع ان اسمع منك انه كمان ما كان يجب يكون تصريح الفنان حسين فهمي على تاريخ حسن يوسف وما قدمه حتى لو فنان اعتزل. بص هو لم يعتزل، هو قال تعبير انا ما بحبوش، التزمت، لانه كلمه التزمت دي تحس انه الاخرين غير ملتزمين، لكن ما علينا، مش ده الموضوع. اكرر، حسن يوسف مش بس يستحق الدعوه، يستحق التكريم على تاريخه الحافل والعظيم اللي ما يقدرش حد ينكره. وانا يعني مش اول مره يرشح ارشح قبل كده للتكريم، اظن سنه 2009، وفي اللحظات الاخيره ما حصلش. طب ايه اللي كان المفترض يحصل في الموقف ده؟ كان على الاستاذ او الفنان حسين فهمي انه يوجه الدعوه، وليه السيد الفنان حسن يوسف عليه ان يقبل او يرفض زي ما هو يحب؟ هو غالبا الاستاذ حسن يوسف بيرفض، لاول مره اشوفه بيتكلم على دعوه، لان هو مؤكد جود على مهرجانات كتيره، وتصور ان مهرجان الدراما العربيه اللي عقد مؤخرا دعي، يعني اذا كان يعني، طب لو لم يكن قد دعي مهرجان الدراما العربيه، ليه ما قالش زي ما قال في مهرجان القاهره ان انا لم ادع؟ لكن اتصور ان هو دعي وهو اللي اعتذر. حسن يوسف بيعتذر كثيرا، لكن ده مش بس هو طالما عاتب وطالما عبر عن كان رغبته في انه يتلقى دعوه، يبقى كان ممكن يجي، ما حدش عارف ظروفه قبل كده ايه. خلينا نقول انه يستحق الدعوه تماما. تمام. طب وتدخل الابناء، تدخل ابنه بقى في الموضوع بالشكل، لا انا ضد الحكايه دي، ضد تماما انه ابن حسيسه او ابن اي فنان يتدخل في علاقه بين اثنين، ما هياش خناقه يعني، دول اثنين كبار واثنين ليهم تاريخ، ومقارنه التاريخ الفني بين الاثنين ان مين الاقوى من مين، ولا يجوز، كل من هما له تاريخ محترم، صحيح، حتى تاريخهم مختلف، يعني ان حد يدخل في معركه اما ان تهدئ النفوس او تصمت، حتى لو كنت ابن، مش ده الدور، ولا حسن يوسف عاجز عن الدفاع عن نفسه، يعني أكيد. لو حس باي هجوم قطعا فناننا الكبير حسين فهمي خانه التعبير، لانه انا ما شفتش حسن يوسف يعني نسب اليه ان هو حرم، ولكنه محرم، هو مختلف. التليفون قطع. بنشكر جدا الناقد الكبير الاستاذ طارق الشناوي. هي قصص بامانه دمها تقيل، وكل الاطراف، انا بظني ان الفنان حسين فهمي اخطا عندما لم يقم بارسال الدعوه، بغض النظر ان الطرف الاخر. طب رجع لنا الاستاذ طارق الشناوي. ايوه استاذ طارق اتفضل. خالد اذا عندك اي اسئله ليها علاقه بالردود الفعل يا سجل اتفضل. ايوه سامعينك دلوقتي، سامعين حضرتك كويس. ما عنديش، انا عندي رد فعل لكن ما عنديش.
إذن أنت شايف أن كانت الموائمة تقتضي توجيه الدعوة، ما كان يجب هذا التصريح عن فكرة أنه يحرم الفن وخلافه، وما كان لابن حسن يوسف أن يتدخل في هذا الأمر بين الكبيرين كده؟ تمام كده؟ لا صوت مش باين برضو، تقطع الخط تاني. بنشكرك جدا أستاذ طارق الشناوي، أتمنى أن الموضوع يقف عند كده بصراحة. بنشكرك خالد نورتنا، شكرا لكم، دي كانت نهاية فقرة بورصة.